السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتساعد على بناء مدن ذكية ومستدامة. على سبيل المثال في السعودية في الرياض في تدابير وفي اعدادات لمكافحة ازدحام حركة المرور، في اجهزة كاميرات CCTV بتراقب كل حاجة وتحللها وتتنبأ في الوقت الفعلي ايه اللي ممكن يحصل، وتقدر تبلغ على طول عن اي حادثة مرور. يعني اول ما عربيات تقف في مكان مثلا وتحس كده، هي اوتوماتيك قبل ما حد يتصل تبلغ المرور ان في مشكله في الطريق. في ايران في مدينه مشهد عاملين برنامج ذكي لجمع المخلفات لاعاده تدوير عشان يحسنوا عمليه اعاده التدوير ديت، وعمل تطبيق اسمه SIMAB ده بينقل المعلومات عن اعاده تدوير المخلفات. العراق كان عامله تجربة برضو ان اول ما سلالات الزبالة تتملي تروح مبلغة الناس المسؤولين عن تجميعها فيجوا على طول بدل ما يقعدوا يجوا وما يلقوش حاجة وهكذا. في موسكو في روسيا في مركز حركة مراقبة المرور، وفي اكتر من 2000 شرط مرور و3500 كشف حركة مرور وكاميرات CCTV بتنقل نقل حركة المرور للمدينة. ونفس الكلام برضو موجود في قطر، وممكن انا شاركت في بناء المركز اللي هو بيراقب المرور في المدينة. سنغافورة عملت مدينة سنغافورة الافتراضية نموذج ديناميك سياسي الابعاد للمدينة، تقدر تدخل على النت من اي بلد مش لازم تكون سنغافوري، وتقدر ان انت تشوف الاراضي والشقق، وتقدر ان انت تأجر او تشتري بعد ما تتأكد من كل المعلومات اللي انت ممكن تسأل عنها. فده بيساعد ان يبقى في تسهيل لتحليل السياسات والاعمال واتخاذ القرار. فالنسيا في اسبانيا عملت نظام ادارة داخلي للمدينة قائم على الحوسبة في منصة اسمها VLCI بتجمع البيانات عشان تعمل خدمات حضرية للمدينة وتحليلها بأدوات متقدمة. في هولندا في تكسيل عملوا بنية تحتية ذكية من حيث الطاقة لإدارة الشوارع في جميع أنحاء المدينة، في توليفة من أجهزة الاستشعار اللي هي ال LED وإنترنت الأشياء. في الدنمارك كوبنهاجن عملت تحديث لأضواء الشوارع بمصابيح فيها كفاءة وفي متصلة مع بعض بشبكة لاسلكية بتقدر تبرمج بحيث ان نقدر نخفف او نزود الاضاءة عشان نعمل استخدام الامثل للطاقة، وفي نفس الوقت بنحد من خطر الجريمة وحادث المرور. البرازيل ساو باولو وضعوا حل عشان يقدروا جودة الهواء والتنبؤ بيه باستخدام الذكاء الصناعي وتحليل البيانات الضخمة، ويقدروا يجمعوا بين البيانات الكلية والمجمعة اللي عمل الحاجه دي او الهويه بتاعت الشخص نفسه بتبقى مغفله. احنا عايزين نقدر نجمع المعلومات من غير ما نتاك خصوصيه الناس، وبنضيفها لبيانات الاجهزه استشعار الطقس والمرور والتلوث، فده بيخلينا نقدر نحسب مستوى التلوث ونقدر ان احنا نتنبأ بيها قبل ما تحصل عشان نقدر ناخد قرارات لتفادي حالات الوفاه والمرض. في برضو بلاد عملت نظام صرف صحي كان فيها مشاكل في انسدادات متكررة وفي طفح، فهم ركبوا أجهزة استشعار لتحسين إدارة أنظمة المجاري ويبعثوا تنبيهات لما يوصل لحدود منخفضة أو عالية وهكذا. برضو من ضمن الحاجات الكويسة دبي عملت نظام للشكاوي الإلكترونية للمواطنين عشان يقدروا يقدموا آرائهم عن الخدمات العامة بانتظام.